بونجور ا توس سي توت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنحاول ندير تصحيح ديال امتحان التعليم تخصص اللغة الفرنسية ثانوي بي سي الكيه لهاد السنة هادي ديال 2021، الدورة ديال دو جانفير. اذا في هاد الفيديو غتكون فقط خاصة بتصحيح ما هو يعني متعلق بالشق ديال الكي سي ام، ثم في فيديوهات اخرى ان شاء الله غتجي من بعد هاد الفيديو هادي باش ما يكونش طويل. انا غندير فيها التصحيح ديال لا كومبريهونسيون دو ليكريت وما ديال لا برودكسيون ايكريت، ومن بعد ان شاء الله نديرو التصحيح ديال لا ديداكتيك اللي هي لا سيتوياسيون بروبليم، ثم كو سي ام كذلك ديال ديداكتيك وكذلك ليكسبلوطاسيون بيداغوجيك، داك الموضوع ديال لا برودكسيون دو ليكريت اللي كاين في لا ديداكتيك. دونك تابع معايا لا فيديو، واللي مازال ما مشتركش في القناه دير اشتراك ويفعل زر الجرس باش يوصلو كل جديد، وكذلك ما تبخلوش دير واحد لايك لا فيديو ومشاركه لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا. اذا نبداو على بركه الله. فالامتحان الصفحه الاولى منه اللي هي 1/16، صفحه 1/16 فيها جوست كيك كونسيني انستركسيون او كونديدا، يعني فيها دي كونسين يعني دي انستركسيون اللي هما خاصين بالمترشحين اللي غيدوزو الامتحان. لا بروميير سي ريبوندا سو لا كوبي دو ليبروف، يعني خاصكم تجاوبوا على الورقه ديال ليبروف. جوج انديكي لي رونسينيومون بيرسونيل دوموندي، يعني خاصك دير الاسم ديالك، النسب، الرقم ديال الامتحان، يعني اي معلومه مطلوبه منك. ثلاثه كوشي لا بون ريبونس دو شاك كيو سي ام اون ميتون اون كخوا دون لا كاس كي كونفيان، يعني غدير العلامه في الخانه المناسبه ديال كل كيو سي ام. ثم 4 لو او بيان لا كونديدات ولا لو كونديدا ان دغوا كاين سول كوبي دو ليبروف، يعني الا عطاوك ورقه راه عندك غير ورقه واحده فقط، ما يعاودوش يعطيوها لك الا درتي شي خطا مثلا. 5 لي ستريكتومون انتيردي دو فير دي راتور، يعني ما تخربقش، ما ديرش داك التخربيق ديال السيرو ولا داك البلونكو في الورقه. 6 ليتيليزاسيون دو بلونكو اي فورميرمون انتيرديت، يعني ما يمكنش تستعمل البلونكو. ثم او 7 اوكان دوكيمون او اباريت الكترونيك نو سون اوتوريزي، يعني ما يمكنش تستعمل الهاتف او لا شي ورقه اللي مثلا انديكسيونير ولا شي ورقه اللي تعاونك في الامتحان. نوتي بيان الي امبيراتيف دو ريسبكتي لي كونسيني انستركسيون سو انديكي، يعني خاصك تحترم هاد لي كونسيني المذكوره اعلاه اللي هما 7 ديال لي كونسيني. دونك هادي هي الصفحه الاولى من الامتحان 1/16. اذا على بركه الله نبداو التصحيح. فعندكم في لا سبيسياليتي 75 نقطه، عندكم ا كبير شون ديسيبلينير، يعني جميع الاسئله اللي كتعلق بلا ديسيبلين على 30 نقطه. عندك السؤال واحد فام دو ليتر الى روسو لو بري كونكور بور سون دوزيام رومون شانسون دوس، يعني شنو هي اللي حازت على جائزه كونكور بور سون دوزيام رومون شانسون دوس، يعني هي الجواب الصحيح هنا هو سي اللي هي ليلى سليماني، هي اللي كتبت داك لو رومون اللي هو شانسون دوس. ثم السؤال الثاني كيل بيس سابارونت او تياتر دو لابسورد، شنو هي لا بيس تياترال اللي كتدخل في ما يسمى تياتر دو لابسورد المسرح العبثي، هي رينوسيروس ديال يونيسكو، فهي اللي فيها العبث وما فيهاش احترام دوك لي ريغل دو تياتر كلاسيك. ثم عندكم السؤال ثلاثة، اكريفا ماروكان بيونيي دو لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبريسيون فرونسيز اوتور دو رومون لو باسي سامبل كي اس، يعني شنو هو الكاتب ديال لو باسي سامبل لو رومون باين دريس شرايبي معروف، وحتى في لا كولتور جينيرال ديالنا راه معروف لو باسي سامبل ديال دريس شرايبي. ثم هنا السؤال اللي فيه شويه ديال الغموض هو هذا السؤال 4، ان اكريفان اي دو سون اوفر اون بو موا سافوار سوسي لا اي لوتر مارش انسومبل دون لو لابيرانت لو بلو بارفي كون بويس ايماجيني اون لونغ روت سيركولير و لور ديستيناسيون سو كونفوند افيك لور اوريجين لا سوليتود، يعني هاد لا سيتاسيون هادي هي ديال البدايه لي لانسيبيت ديال واحد الكتاب اللي سميتو لا بلو سيكريت ميموار دي زوم اللي كتبو ان اكريفان سينيغالي اللي هو محمد مبوغارسار، محمد مبوغارسار ان اكريفان سينيغالي كيكتب كذلك باللغه الفرنسيه، هو اللي كتب هذا الكتاب هذا لا بلو سيكريت ميموار دي زوم. مي هنا هادي قلنا لانسيبيت ديال الكتاب، يعني الجمله باش بدا الكتاب.
هنا الجواب اللي نقدر نعطيكم هو كاينين جوج الأجوبة اللي فيهم الشك. خلاص، هذا ديال امبريمي لا، وهذا ديال بوبلي لا. اللي فيهم الشك هو لاكت ديكريغ اون اوفر ليتيرير يتا ناكت انتيم، ثم لاكت دو لير اون اوفر ليتيرير يتا ناكت انديفيديوال. هادو فيهم الشك، يعني واحد فيهم هو اللي صحيح. علاش؟ حيت قلبت في الانترنت لقيت بلي ان هذا الكتاب ديال لا بلو سيكريت ميموار دي زوم اللي كتبها محمد مبوغاصار كتهضر على واحد ليكريفان، يعني اللي كتهضر على القصه ديال واحد الكاتب اللي سميتو دي جان فاي. Il était à la recherche d'une étoile qui s'appelle Eleman. Donc, dès que l'étoile a dit que c'est une étoile qui est inaccessible, il y a une étoile qui est inaccessible, qui est inaccessible, يعني il est inatteignable, même quand je suis allé là. يعني هنا لا ماتيير دان اكريفان اي سون ايماجينير، يعني الماده ديال واحد الاكريفان هو ليماجينير ديالو. ده هو لي ميساج اللي بغا يوصل لنا داك مبوغار صار، يعني ان فين كيستمد لواحد الكاتب مثلا داك الشيء علاش كيكتب، هو من سميتو ديالو من ليماجينير. يعني il s'inspire de son enfance, de ses souvenirs, de ses rencontres, de ses lectures, de ses amours. يعني باش يصاوب لنا واحد الكتاب. داكشي علاش قلت لنا هنا السؤال الجواب اللي صحيح يمكن يكون او لا بي. علاش؟ حيت لاكت ديكخيغ اون اوفر ليتيغيغ اي ان اكت انتيم، يعني راه كل كاتب دابا كيكتب لوفر ليتيغيغ راه كيكتبها انطلاقا من لي لونفونس ديالو، من الذكريات ديالو، من الشخصية ديالو. ثم كذلك لاكت دو ليغ اون اوفر ليتيغيغ اي ان اكت انديفيديال، كذلك ان واحد اللي كيقرا ان اوفر اون اوفر ليتيغيغ راه كيحللها بالطريقة ديالو وكيفهمها على حسب يعني داك الشيء اللي الداخل ديالو. حيت دابا نقدروا نقراو نفس لوفر مي انا نفهمها بواحد الشكل انطلاقا من الحياه ديالي والطفوله ديالي والذكريات ديالي والحاله النفسيه ديالي، وانت كذلك تقدر تفهمها بطريقه مختلفه. يعني ما يعني يقدر ما يكونش عندنا نفس لانتربريتاسيون لوفر ليتيرير. ثم الكاتب كذلك اللي كتب داك لوفر ليتيرير يمكن مثلا هو يقصد بلي بلي مو ديالو شي حوايج، مي ان اوتر تور يقدر يستعمل لي مي مو مي مي عندهم ان سونس كي ديفيرون. يعني هنا داكشي علاش قلت ان الجواب الصحيح يمكن يكون ا ولا يمكن يكون بي، على حسب كاع لي ريغوشيرش اللي درت في جوجل ما لقيتش شي جواب اللي هو يعني يقدر يحسم ليا في هاد لي دو ريبونس اللي هما ا اي بي. بقى لنا اخر سؤال في الصفحه الاولى ديال الامتحان اللي هو لاكيل دو سي فابل سو تيرمين بار سو ميساج اون توت شوز il faut considérer la fin. يعني واحد من هاد لي فابل عنده في الاخير هاد لا مقال هادي اون توت شوز il faut considérer la fin، هو لو غونار اي لو بوك، يعني ديال لا فونتين. الجواب الصحيح هنا هو دي. السؤال الموالي السؤال 6، كي ليكريفان فرونسي انفونتا لو بروسيدي دو لا بريزونس ريكورون دي بيرسوناج دان ليفر ا لوتر، يعني الظهور ديال واحد الشخصيه كانت ظهرت يعني في واحد لوفر ولا واحد لو رومون وظهرت في رومون اخر، يعني شنو هو ليكريفان اللي اخترع هاد لو بروسيدي هذا؟ واش اونوري دو بازاك، الكسندر دوماس، ايميل زولا، ولا غو دو موباسون؟ دونك هنا الاجابه الصحيحه هو اونوري دو بازاك. كان كذلك ايميل زولا اللي هضر على هاد لو بروسيدي هذا واللي اعتمدو في لي زيكري ديالو، مي لو بروميي كي انفونتي سا سي اونوري دو بازاك، يعني هو الاول في لا كوميدي اومين في 1842 هو اللي اخترع هاد لو بروسيدي هذا. لا كوميدي اومين راه فيها بزاف اكثر من 6000 شخصيه بيرسوناج، وقال اونوري دو بازاك هو انه يعني بغى تكون لا كوميدي اومين هي لو ميغوار ديال لا سوسيتي. داكشي علاش كيعتمد دي بيرسوناج اللي عندهم ان ليان بسيكولوجيك اي سوسيولوجيك اللي هو يعني باغي. داكشي علاش كيعتمد واحد الشخصيه مثلا كيديرها في واحد الكتاب وكتظهر عاوتاني في كتاب اخر في غومون اخرى، يعني باش يعني يعطي حتى ليفولوسيون دي بيرسوناج ليفولوسيون دو بوبل. يعني مع تقدم الوقت راه الانسان كذلك يتقدم وكيعيش في ازمنه وفي ظروف يعني مختلفه. ايميل زولا كذلك هضر على هذا لو بروسيدي، مي الاول اللي كان يعني عطاه هو اونوري دو بازاك. ثم السؤال 7، لوكيل دو سي بويم دارتور رامبو سو تيرمين ان سي الى دو ترو روج او كوتي دغوا؟ هو الاجابه الصحيحه هي السي، لو دورمور دو فال هو اللي عنده النهايه ديال مكتوب على الشكل التالي الى دو ترو روج
وكوتيفوار، يعني الإجابة الصحيحة هي السي. 8، كيل اوتور فرانكوفون الجيريان اي لو بلو ترادوي دون لو موند، يعني اكبر اوتور كاتب فرانكوفوني الجيريان يعني جزائري اللي مترجم. هي الإجابة الصحيحة هي الدي، ياسمينة خضراء، يعني سي لو بلو لوتور فرانكوفون الجيريان لو بلو ترادوي دون لو موند. هو اللي عنده بزاف ديال يعني لا ترادكسيون على لي زيكري ديالو وعلى الكتابات ديالو. 9، لوكيل دو سي زوتور ني با ان كريتيك ليتيرير، من هاد لي زوتور هادو كاين واحد اللي ماشي كريتيك ليتيرير، ماشي ناقد ادبي، اللي هو كلود سيمون. الاجابه الصحيحه هي السي. رولون بارت ناقد ادبي، جون بول سارتر ناقد ادبي، جيرار جونيت يعني ناقد ادبي دي كريتيك ليتيرير، مي كلود سيمون نو، كلود سيمون ماشي ناقد ادبي. هنا 10، en face de moi une fenêtre était toute grande ouverte, j'entends des rires sur le quai des marchandes de fleurs, et au bout de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fonte de la pierre. Qui est ce narrateur? C'est le condamné à mort dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. يعني لو كونداني امور اللي كيهضر في الكتاب ديال لو ديرني جوردان كونداني ديال فيكتور هيغو. الاجابه الصحيحه كما قلنا هي بي. السؤال الموالي 11، هو فير لا فين بوش سي اسكو سي اتر مالان اتر ريديكول سافوار بيان بارلي سو مونتري ديفيسيل، يعني هاد ليكسبريسيون اشنو كتعني؟ الاجابه الصحيحه هي دي، يعني سو مونتري ديفيسيل، ملي كتقول شي واحد تو افير لا فين بوش يعني راه تو مونتر ديفيسيل. ثم السؤال كذلك الموالي هو ديال لينغويستيك، كو سينيفي ليكسبريسيون فير لي بوشي دوبل، يعني شنو كيعني ليكسبريسيون فير لي بوشي دوبل؟ هو واش اكومولي، واش فير فيت، واش كونسومي رابيدمون، واش الي دوسمون. يعني هنا في البدايه ديال هاد ليكسبريسيون كان كيعني كونسومي رابيدمون، مي دابا تغير المعنى ديالو والاجابه الصحيحه هي بي، حيت حاليا هاد ليكسبريسيون فير لي بوشي دوبل يعني سي فير فيت، يعني فيت فيت كون تو في كيك شوز باغ اكزومبل. السؤال 13 ديال لا فونيتيك، كيلي لا ترانسكريبسيون فونيتيك دو جونتي، يعني شنو كيعني كيفاش كتقرا هاد جونتي؟ واش جونتيل ولا جونتي ولا جونتي؟ يعني هنا الإجابة الصحيحة هي أ، جونتي، كنقولوش جونتي ولا جونتيل، كنقولو جونتي، يعني هنا الإجابة الصحيحة هي أ. ثم 14، il avait tellement soif qu'il a bu deux bouteilles et demi d'eau fraîche. Quel mot choisir? Wesh demi b'S, wesh demi b'I, wesh b'ES, wesh b'IE. هاد القاعدة ديال دومي ما يمكنش تكون في دومي في بلوريال، يعني ما يمكنش نديرو هاد الإجابة أ أو الإجابة سي، حيت دومي دائما كتكون يا في لو ماسكولان سينغولي ولا فيمينين سينغولي. هنا شكون اللي كيحدد الاسم اللي جات من موراه او اللي جات قبل منه، يعني هنا الاسم اللي قبل منها مثلا كنقولوا دوميور، دومي 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 مور، يعني هنا كتشوف الاسم اللي جا من مورا دومي، الا كان مثلا دوميور هنا ما كيكونش لاكور، مثلا كنقولوا دوميور بهاد دومي هذه واخا اور فيمينا مي كنقولوا دومي، علاش؟ حيت جا ديك اور جات من مورا دومي. مي دابا الا جات عندنا الكلمه اللي بغينا نديرو لها دومي، الا جات قبل دومي، بحال هنا في هذا المثال بوتي هي الى بو دو بوتي، يعني شرب جوج ديال لي بوتي، ونصف نصف ماذا؟ ماشي نصف الماء، مي نصف بوتي يعني النصف ديال القرعه، يعني هنا غنديرو لاكور حيت هاد البوتي هادي جات قبل دومي اللي غتكون هنا، وبالتالي بوتي الا رجعنا نشوفوها واش فيمينا ولا ماسكولا، هي فيمينا نقولو اون بوتي، وما يمكنش نديرو او اس حيت قلنا ما كيكونش دومي في اللغه الفرنسيه، ما كنلقاوهش في بلوريال، كنلقاوها يا في ماسكولا سينغولي يا فيمينا سينغولي. دونك مادام ان عندنا هذا فيمينا دونك غنديرو دومي باي او، يعني الاجابه الصحيحه هي دي. هذه راه قواعد يعني اللي كاينين في اللغه الفرنسيه. 15، دونك الفراز لو بارتيسي باسي اي مال اكوردي، هنا كاين واحد الجمله لو بارتيسي باسي ديالها ما مكتوبش بطريقه صحيحه ولا كاين خطا في لاكور ديال لو بارتيسي باسي،
هنا نحيدو الأجوبة اللي صحاح. نبداو بالد، il se sont lavé les cheveux. القاعدة كتقول أن الparticip passé il s'accorde en genre et en nombre avec le verbe. ديال لي فيرب برونومينو كنهضرو، يعني كنهضرو على لي فيرب برونومينو حيت هادو كاملين دي فيرب برونومينو. كاين اللي فيهم اسونسيلمون برونومينال وكاين اللي اوكازيونيلمون برونومينال. هنا مثلا كنقولو سولافي هو اوكازيونيلمون برونومينال، حيت تقدر تلقى جو لاف، تقدر تلقى جو مو لاف، يعني على حسب الاستعمال، يعني هذا اوكازيونيلمون ماشي بالضروره برونومينال، مي تقدر تلقاه ماشي برونومينال. يعني هنا كلهم فيهم لوكسيليير اتر، يعني كلهم فيهم لاكور، يعني مسموح به، ولكن كاينين حالات اللي ما كتخليناش نديرو لاكور. شوفوا هاد ايل سو سون لافي لي شوفو، كون ما كايناش لي شوفو دونك لو كومبليمون دوبجي ديريكت هو سو. اذا مادام ان لو كومبليمون دوبجي ديريكت هو سو اللي بلاسي قبل لو فيرب، هنا غنديرو اس. ولكن هنا ان سو سون لافي كوا لي شوفو، لي شوفو هو الكومبليمون دوبجي ديريكت ماشي سو. دونك لو شوفو او سو بلاس تيل يل سو بلاس ابخي لو فيرب، يعني ملي كيكون لو كومبليمون دوبجي ديريكت ابخي لو فيرب. اذا هنا كما قلنا في الدي لو كومبليمون اللي هو لي شوفو لي بلاسي ابخي لو فيرب سو لافي، دونك هنا ما كاينش لاكور، داكشي علاش مكتوبه لافي بدون اس. هنا في الثانيه يل سو سون تيليفوني، هنا علاش ما كاينش لاكور؟ وقلنا ان لا فراس صحيحه حيت تيليفوني كنقولوا جو تيليفون ا كيلكا، يعني جو تيليفون ا لوي، يعني هاد هذا سي ان كومبليمون، سي ان برونون ريفليشي كي ادمي لو كومبليمون دوبجي ان ديريكت. ومني كيكون هاد لو كومبليمون سو، عفوا لو برونون سو الا ادمي ان كومبليمون دوبجي ان ديريكت، علاش كنقولوا جو تيليفون ا كيلكا، يعني à qui je téléphone، يعني هنا il n'y a pas l'accord. علاش؟ حيت le pronom se il peut il admet il peut avoir un complément d'objet indirect. ثم بقاو لنا غير هاد الجوج دابا اللي فيهم شك، ils se sont photographés ثم ils se sont disputés. هنا قلنا في هاد الحالة هادي مني كيكون عندنا فيرب اللي هو برونومينال راه كيكون لاكور، الا في جوج الحالات مني كيكون لو فيرب الا دمي ان كومبليمون دوبجي انديريكت، او لا مني كيكون لو كومبليمون دوبجي ديريكت بلاسي افون لو فيرب. دونك في هاد الجوج هذا خاص يكون فيهم لاكور. الوغ الاولى فيها لاكور اي سو سون ديسبوتي، والثانية ما فيهاش لاكور، دونك الثانية هي اللي خاطئة. اذا هنا دونك كاين فراز لو بارتيسيب باسي ايتي مال اكوردي سي دون لا فراز بي. واللي عنده شي تفسير اخر، يعني شي ملاحظة بخصوص هذه الاجابة، يقدر يديرها في كومنتير. ثم ديرنيير كيسيون سي اكيل طون اي لا فورم جو كوري، هاد جو كوري هادي يعني فاش من طون اي لي كونجوغي سو فيرب كورير او كونديسيونيل بريزون. دونك الاجابه الصحيحه هي سي، حيت لو كونديسيونيل بريزون سي لو راديكال دو فوتور بلس لي تيرمينيزون دو لامبارفي. اذا هنا سي لو كونديسيونيل بريزون حيت عندنا راديكال دو فوتور كوري ثم لي تيرمينيزون دو لامبارفي ا اي اس. ثم في السؤال 17، les explications de ce professeur sont complétées par compris, compréhensif, compréhensible, compréhensive. دابا غنحيدو ديك كومبري اللي في الاول، علاش؟ حيت ديال يعني سينغولييه. ثم غنحيدو الثانيه كومبريهنسيف حتى هي حيت ديال سينغولييه وماسكولان كذلك، حيت كنقولو لي زيكسبليكاسيون هو فيمينا مي هنا عندنا ماسكولان. بقات لنا غير سي ودي، سي كومبريهنسيبل اي دي كومبريهنسيف. كومبريهنسيبل هي لادجيكتيف اللي هي صحيحه، علاش؟ حيت كنقولوا اون اكسبليكاسيون ولا اون فراز كومبريهنسيبل، يعني مفهومه. مي الا قلنا اون فراز كومبريهنسيف او لا كومبريهنسيف، هنا يعني متفهمه، يعني الفرق بينهم هو فقط داك التاء، مفهوم او متفهم. يعني شي انسان مثلا اللي كيتفهم التصرفات ديال انسان اخر كنقول له كومبريهنسيف. مي واحد الجمله اللي هي مفهومه يعني مشروحه وشرحت ثم فهمت كنقولوا كومبريهنسيبل. يعني الجمل السؤال او الجواب الصحيح هو سي كومبريهنسيبل افيك او اس، علاش؟ حيت كنهضروا على لي زيكسبليكاسيون. 18 سيت ليتر اي دو مدام لا بريسيدونت، يعني هاد لا ليتر واش ا لاتونسيون ا لانتونسيون ا لانتويسيون ا لاتونسيون. هنا الجواب الصحيح هو ا، حيت كنقولوا لا ليتر اي تا لاتونسيون دو مدام لا دو مدام لا بريسيدونت ولا دو مدام لا ديريكتريس. يعني هنا كان جو في سيني او ديستيناتير دو لا ليتر،
يعني الجواب الصحيح هو على التونسيون. كنقولوا هذه الرساله الي على التونسيون دو كيلكان. 19 parmi les phrases suivantes laquelle comporte un complément circonstanciel de temps. هاد الجمله ما مفهوماش بهاد السؤال ما مفهومش بزاف. يعني في هاد لي فراز هادو شنو هي الجمله اللي فيها كومبليمون سيركونستانسييل دو طون؟ و الا جيتي تقرا هاد القرا نوي دورا ايترنيلمون، يل دورم سوفون لا نوي سو فو دي جور اي دي نوي لا نوي تي تري زيكليري. يعني هاد دي غنحيدوها، بقاو لنا دوك ثلاثه فيهم كاملين دي زانديكاتور دو طون، بحال لا نوي، بحال ايترنيلمون، بحال سو فو دي جور اي دي نوي. مي اللي نقدر نقول هنا سي كو لا فراز بي هي اللي صحيحه، يل دورم سوفون لا نوي، حيت كنطرحوا السؤال بكون كون il dort souvent، يعني كنقولوا سي بوندون لا نوي. يعني هنا يمكن تكون حتى صحيحه باسكو لا كيستيون الي ان بو يعني ديفيسيل، لاكيل كومبورت ان كومبليمون سيركونستانسييل دو طون، يعني كنشوف انا هي بي صحيحه. 20 كيل فراز نو كومبورت با دو بروبوزيسيون بارتيسيب. ملي كنهضروا على بروبوزيسيون بارتيسيب يعني la proposition subordonnée participale. يعني هنا عندكم les enfants réveillés en pleurs ce serait les uns contre les autres, le café bu, ils montèrent chez le vieux pour lui tenir compagnie, les cheveux repartis au trot, Mjoln commençait à se fatiguer, donc c'est ça, exténué, je savais que je pouvais me reposer ce jour-là. الجملة اللي ما فيهاش لا بروبوزيسيون بارتيسيب هي الجملة دي. دي هي الجواب الصحيح. علاش؟ حيت داك اكستينيي سي كي اكستينيي سي لو ميم سوجي دو لا فراز برينسيبال اللي هو جو سافي كو جو بوفي مو روبوزي سو جور لا. دونك داك جو اللي كيهضر هو اللي نيت اكستينيي، هو اللي اللي اكستينيي اللي فاتيغي. يعني ملي كيكون عندنا لو ميم تيم ولا لو ميم سوجي dans la phrase qui est avant le la phrase qui est avant le virgule et la phrase qui est principale, yani la principale la subordonnée عندهم نفس لو سوجي، فهنا بشرط ان يعني la subordonnée تكون قبل la principale، ف ما كتسماش بروبوزيسيون بارتيسيب. والاخرين راه كلهم دي بروبوزيسيون بارتيسيب، يعني دي هي الجواب الصحيح. ثم السؤال 21 كيل فيغور دو سي كوريسبون على سيتوياسيون دو غيون بولينير مي ريفوز بونسي بي نو فون اون سواري. يعني هنا كيهضر على لي ريفوز بونسي ديالو اللي هي اون ايدي ابستريت، مي استعمل هنا لو فيرب الي كنقولو فون. يعني هنا لا بيرسونيفيكاسيون هي الجواب الصحيح، يعني دي. 22 دو كيل فيغور دو سي ساجيتيل دون سيت فراز باري اي تو بوتي سي لا سا فري غروندور. يعني هنا سي لانتيتيز. علاش؟ حيت سي اوتيليزي دو مو او بيان دو غروب دو مو دون اون ميم فراز كي سون كونترير. عندكم هنا بوتي وما عندكم غروندور، و سو سون دو مو كي سون كونترير، دونك سي لانتيتيز. يعني الجواب الصحيح هو دي. السؤال الموالي دائما في لي فيغور دو ستيل لا دمير ا تو كو لو سيت ا تو بروبو سي موان دراكسيون لوي سومبلي دي ميراكل. يعني هنا les actions lui semblaient des miracles كتعني l'hyperbole، يعني المبالغه. كاينه مبالغه هنا في هذه الجمله هذه، حيت كيقارن مثلا واحد لي زاكسيون ديال واحد البنت ب ب ب بدي ميراكل، ولا ديال واحد لو بيرسوناج بدي ميراكل، فبالتالي هنا كاينه مبالغه. دونك لا ريبونس اللي صحيحه هي ا. 24 et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte. Cette figure de style est-elle un parallélisme, un euphémisme, une métaphore, un oxymore? Machi métaphore, machi euphémisme, maqatna parallélisme ou oxymore. Oxymore, mni kandiro le rapprochement des deux idées اللي هما كونترير. مثلا واحد الكلمه كتلقاها حدا كلمه اخرى مي سون كونترير. هنا ما كايناش في هذه الجمله شي كلمه اللي هي ملاصقه مع كلمه اخرى وهما يعني لو كونترير ولا دي زانتونيم. بقى لنا غير الباراليليزم هو اللي نقدروا نعطيوه هنا، حيت هذه الجمله اصلا 24 فيها لونتيتيز بين موغيغ او فيفغ، حيت هما الضد ديال موغيغ هو فيفغ. مي هنا في الاختيارات ما كايناش اونتيتيز، كاين اوكزيمور. اوكزيمور لا، حيت اوكزيمور كون لقينا موغيغ لاصق مباشرة مع فيفغ هنا كنقولو اوكزيمور. مي مادام انهم مفرقين وبيناتهم بزاف ديال دوطخ مو، يعني هنا ما غاديش تسمى اوكزيمور.
دونك هنا ما عرفتش واش غلطوا في هاد الاختيارات اللي عطاو، او لا بغاو يقصدوا من داك لا فيغور دو ستيل باراليليزم، حيت شويه بحال كاين لو باراليزم مي ماشي بزاف عاوتاني، حيت باراليليزم هو ملي كتلقى يعني التشابه في جوج ديال الجمل في لا ناتور غراماتيكال ديال لي مو، مورير فيفر دون سون فونجونس لا اونت، يعني يقدر نحسبوها باراليليزم. دونك مادام انه ما كايناش اونتيتيز، دونك الجمله اللي صحيحه هي ا. السؤال الموالي اللي هو 25، تيزيو سون لا سيتيرن او بوا ميزون وي سيت فيغور دو ستيل اي اي تيل اون تيتيز اون كومباريزون اون ميتافور ان باراليليزم. انا لا فيغور اللي صحيحه هي لا ميتافور، علاش؟ حيت هنا كيقارن لي زيو ديال صابيان ايمي افيك اون سيتيرن او بواف سيزون وي، يعني هنا كيقارن يعني بين لا سيتيرن و لي زيو بدون استعمال اداة التشبيه، دونك سي لا ميتافور. 26، كيس كان ناراتور اوتو ديجيتيك ولا اومو ديجيتيك؟ شنو كنسميو ان ناراتور اوتو ديجيتيك؟ بمعنى سي ان بيرسوناج كي بريزون دون ليستوار كي راكونت، حاضر كشخصية او ميم طون هو اللي كيحكي لنا ليستوار، دونك هذا كيتسمى اوتو ديجيتيك، يعني لا فراس او لا ريبونس كوريكت سي بي. ثم لا كيسيون 27، كيس كي اون اليبس ناراتيف؟ شنو كنقصد بالاليبس ناراتيف؟ سي كون لو ناراتور باس سو سيلونس سيغتان في، ملي كيدوز لو ناراتور سي شي احداث سو سيلونس، يعني الاجابه الصحيحه هي بي. ثم هنا السؤال 28، كومبيان ياتيل دو بوان دو فيو دون ان رومون ايبيستولير؟ واش ا ولا بي ولا سي ولا دي؟ يعني كلهم بي و سي و دي عندهم ان سول بوان دو فيو، يعني واش سلو دو بيرسوناج برينسيبال دو لوتور دو رومون دو ناراتور؟ هنا ا بوكو دو بوان دو فيو كو دي بيرسوناج. هنا قلبت في الانترنت بالنسبه للرومون ايبيستولير، جي تروفي دي ريزولتا مي ما قدرتش نجاوب على هاد لا كيسيون هادي. دونك اللي كيعرف الجواب ديال هذا السؤال 28 يكتبوا لنا في كومونتير باش نناقشوه ويدير عيني تعليل علاش دار شي جواب من غير جواب اخر. هنا السؤال 29، كيل نوفوتي ابورتي لو نوفو رومون؟ الجواب الصحيح هو دي، لو بيرسوناج ديسباري il n'a plus d'existence propre de personnalité ou bien de nom، يعني هاد النوفوتي هي اللي عطاتنا لنا الديار ديال لو نوفو رومون، يعني اختفاء الشخصية، ما كيبقاش عنده واحد الحضور قوي في الرواية، وكذلك ما كتبقاش عنده يعني واحد الشخصية وحتى واحد الاسم كذلك، يعني هذه هي النوفوتي اللي عطاتها لنا هذا النوفو رومون هذا. ثم السؤال الأخير، كيل تيب دو رومون كونسيدير لو بيرسوناج كوم ان سوجي دونت اون اناليز لو كومبورتمون دو فاسون سيونتيفيك؟ سي لو رومون ناتوراليست هو اللي قال لنا كيل فو اناليزي لو كومبورتمون دو بيرسوناج كوم ان سوجي d'une façon qui est scientifique. Donc... إذا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أنكم استفدتم من هذا التصحيح هذا، وفي فيديوهات أخرين إن شاء الله غنديروا التصحيح ديال لا كومبريونسيون دو ليكري ثم لا برودكسيون دو ليكري، وكذلك التصحيح ديال الديداكتيك بالكيو سي إم ديالها وبلا سيتياسيون بروبليم ديالها. كاينين شي أسئلة في هذا الامتحان هذا، في هذا الكيو سي إم ما استطعتش أنني نجاوب عليهم، بحال السؤال 24 اللي عنده يعني إجابة على هذا السؤال مثلا بالتفسير يحطها لنا في لي كومونتير. ما تنساوش لايك الفيديو والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديوهات جدد إن شاء الله.